المدرسة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم والذين هم يحسنون. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة سيد المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين. Her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olması için, Allah rızası için, El-Fatiha ma'as-salavatı.